ولمزيد من التفاصيل حول ردود الفعل تجاه خطاب الأمريكي للرئيس بايدن ورفض إسرائيل لهذا المقترح بشروط بعينها، يسعدنا ينضم إلينا السيد أمير مخول خبير في الشؤون الإسرائيلية. سيد أمير، بعد التحية بالطبع، يعني كيف تقرأ رد الفعل الإسرائيلي إزاء الخطاب الأمريكي لجو بايدن وإعلانه واستمراره في يعني شروطه الخاصة لوقف إطلاق النار بالقضاء على القدرات العسكرية لحماس والوصول طبعا للشروط التي وضعتها إسرائيل منذ بداية الحرب، كيف تقرأ رد الفعل الإسرائيلي؟ يعني أكيد هو أقرب إلى المصيدة التي وقع فيها نتنياهو وحكومته الأصلية، وأعتقد أنه هذا حدث، يعني خطاب بايدن لن يقرأ في يوم واحد، وإنما هو حدث متدحرج في السياسة الإسرائيلية. هناك بدأت تأتي أفكار بتغيير تركيب الحكومة أو بإدخال ليبرمان على كابينيت الحرب، وزيرا للدفاع آسف للأمن، وهناك أفكار أخرى بأنه تغيير تركيب الحكومة أو اضطرار إلى التوقيع والحصول على شبكة أمان من المعارضة. لكن في نهاية المطاف لحد الآن أعتقد أن نتنياهو لا يزال مجال من المناورة، ولا يمكن الاستهتار به والاستخفاف به، وأيضا ليس من المحتمل فعليا في هذه المرحلة أن يستقيل بن غفير وسموتريتش، لأنهما سموتريتش يملك صلاحيات هائلة واسعة جدا في الضفة الغربية، في إدارة شؤون الضفة الغربية وفي الاستيطان وفي المشروع الضم، وهو وزير أيضا في وزارة الأمن، وبن غفير لديه صلاحيات واسعة جدا تجاه فلسطين 48 والقدس والسجون، ولا أعتقد أي منهما سيتنازل عن هذه الصلاحيات لأنها فرصة تاريخية بالنسبة له. لذلك يبدو أن إسرائيل سوف تناور على في 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 مساحة التفاصيل وليس على الإطار نفسه، قد تقبل بالإطار وتقول أنها بحاجة إلى إعادة نظر في التفاصيل، لكن الأمور لا زالت غير محكمة الضبط وليست مضمونة. ولكن السيد أمير اسمح لي، وبوصفك خبير في الشؤون الإسرائيلية، ربما يعني رجوع العقلية الإسرائيلية واستمرارها ربما في تعزيز العقيدة وراء طبعا هذا الاحتلال في المنطقة، هناك أصوات يعني تعارض اليوم داخل الشارع الإسرائيلي ما يحدث، ويعني بتنادي بصفقة تبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين والوقف الفوري لإطلاق النار، ومع ذلك هناك تخبط داخل صناعة القرار السياسي الإسرائيلي. كيف تقرأ هذه المسألة، وإلى أي مدى يمكن أن يكون أو يحرك الخطاب الأمريكي ساكن فيما يتعلق بقرار وقف إطلاق النار؟ الشارع الإسرائيلي منقسم بطبيعته ومشروخ بشكل كبير جدا، عميق جدا، لكن بدون شك أنه بدأت أصوات واسعة تتحدث عن القبول بهذه الصفقة، بدأت هناك أصوات واسعة جدا تؤكد أنه بايدن يمثل الإسرائيليين أكثر من نتنياهو، وتؤكد أنه ضرورة الانتقال إلى إنهاء الحرب وليس فقط إلى الصفقة، وهذا تحول بالرأي العام الإسرائيلي ومهم، أتأمل أنه يؤدي إلى نوع من الصحوة لكن ليست مضمونة لحد الآن. التخبط في الحكومة متماسكة في نهاية المطاف، الائتلاف الحاكم متماسك، لذلك هو لا ينصاع لهذه الأصوات، ينصاع إلى أصوات اليمين التي لم نسمعها بعد بشكل فعلي، أصوات اليمين بالشارع يعني ينزل للتظاهر، وأعتقد ستكون مظاهرات وحتى مع قرب الانتخابات الإسرائيلية اللي ربما بشكل كبير بتمثل لها مثل هذه الأصوات، أو قد يعني تحدث فارق حتى في الأصوات داخل الانتخابات الإسرائيلية. يعني انتخابات ممكن تحدث إذا كانت هناك أولا اضطر نتنياهو لصفقة واضطر إلى نوع من شبكة أمان من المعارضة، وهو لا يريد ذلك، وأيضا إذا حدث هناك انشقاق في داخل اليمين نفسه وليس بين غانس ونتنياهو. غانس لا يشكل تهديدا في هذه المرحلة لنتنياهو ما دامت الحكومة متماسكة، لكن التخوف لدى نتنياهو من تكتل يميني جديد بما فيه رئيس الحكومة السابق بنت، بما فيه ليبرمان ساعر، وهم من أخطاب اليمين، وهم ليسوا محسوبين على أي تيار آخر، كلهم جاءوا من الليكود ومن الصهيونية الدينية.
طيب سيد أمير، يعني الخطاب الأمريكي لجو بايدن، هل تعتقد أنه له مغزى جديد أو هناك فرق نوعي في الخطاب الموجه لوقف إطلاق النار؟ يعني تحدث عن مراحل بعينها لوقف إطلاق النار، مراحل بشكل كبير بترصد دور كل يعني فئة أو كل طرف من أطراف الصراع. إلى أي مدى تجد أن هناك تغير نوعي في الخطاب الأمريكي هذه المرة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار؟ في تغير كبير. اولا اعتراف امريكي مباشر بان الحرب استنفذت نفسها ذاتها، بان الحرب لن تؤدي الى اي مكان. نعم. لا يوجد نصر عسكري كما اراد نتنياهو او نصر حاسم. وايضا هناك جوانب استراتيجيه، وهي ان اسرائيل الان تفكر، يعني في هذه المرحله كانت في انهاء عمليا السيطره على رفح او على جنوب غزه بما فيها الوصول الى محور فيلادلفيا، ومنها الانطلاق العسكري وتوجيه كل الطاقات الى لبنان وليس الى الجبهه الغزيه. وايضا في مشاريع تصفويه في الضفه الغربيه وهي خطيره جدا. وايضا الرئيس بايدن معني في نوع من التحول في الاستراتيجيات، لان استراتيجيه نتنياهو تعوق عليه مشروع اخر كبير، وهو لا يريد ان يخسر اوكرانيا من ناحيه، ولهناك الامور تحتدم بشكل كبير جدا وتتسارع. وايضا لا يريد ان يخسر النفوذ الصيني في التنافس مع النفوذ الصيني، ويريد ان يخلق حلفا تحالفا استراتيجيا عربيا اسرائيليا ضد ايران محوره. وهذا نقيض التوجه الصيني، انه تبريد الجبهات وليس إقامة تحالفات، وتحركه أطراف مختلفة. يعني هنا نأتي لو هناك أطراف مختلفة ستحرك هذا الاتفاق في حالة حدوثه لوقف إطلاق النار. طيب السؤال هنا ايضا فكرة التطرق ل يعني إعادة الإعمار وعودة النازحين من جديد، ويعني محاولة ان يكون جميع الأطراف موجودة طبعا داخل القطاع، هل هذا يقبل بوجود حماس وكافة الأطراف والفصائل الفلسطينية في حال يعني حدث وقف إطلاق النار والحديث عن خطة ما بعد الحرب؟ يعني في كلمته بايدن لم ينفي حماس ووجودها، وهو قال انه بعد خلال الجوله الاولى من المفاوضات في من المرحله الاولى ستكون هناك مفاوضات بين اسرائيل وحماس، لم يقل بين الوسطاء. وايضا هو لم يذكر السلطه الفلسطينيه فعليا، وهو لم يذكر مصير القضيه الفلسطينيه، هو يعني تعامل مع موضوع غزه فقط في حدود غزه. لكن اعاده الاعمار تبدو هناك مساعي اسرائيليه الى دفع، وايضا قبول امريكي كان لها الى الدفع باتجاه وجود شركات امنيه امريكيه، وبالذات ما كان يعرف ببلاك ووتر واصبح اكاديمي تحرس المعبر رفح. ولكن هناك الموقف المصري رافض ايضا لهذا بشكل قاطع، باستثناء ولن يفتحوا الا بوجود طرف فلسطيني مقبول فلسطينيا، يعني عمليا السلطه الفلسطينيه تقود هذه العمليه. لذلك اعتقد الامور غير يعني لم تسوى لحد الان في هذه التفاصيل، ولا زالت اشكاليه. اسرائيل قلقه بشان العلاقه مع مصر في هذه. نعم اشكرك طبعا اشكرك. نعم السيد امير مخول خبير في الشؤون الاسرائيليه.